آية سماحة تثير الجدل بخناقة مع متابعة وهجوم على طلاب الطب البيطري بجامعة القاهرة. تعالوا نشوف ايه الحكاية. الساعات اللي فاتت آية سماحة أثارت الجدل على السوشيال ميديا بعد ما هاجمت طلاب كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة بسبب اللي وصفته انه تعذيب للحيوانات. آية وجهت نداء استغاثة للمسؤولين في التعليم العالي وكتبت على حسابها على فيسبوك: كلية طب بيطري جامعة القاهرة بتعذب الحيوانات والصور بشعة، انا مش قادرة انزلها، مين مسؤول عن العنف والتعذيب ده؟ حرام عليكم. طب بيطري جامعة القاهرة هي دي الرحمة؟ ايه الكفر ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وما وقفتش هنا، كملت بوستات تهاجم المتورطين في التعذيب وقالت: اللي بيعذب حيوان عمره ما هيكون عنده رحمه للبني ادم، واللي عنده رحمه للحيوان بيكون عنده رحمه للبني ادم. وبعدها شركه بوست هاشتاج اقاله عميده كليه الطب البيطري. وهنا بدات الخناقه لما علقت واحده من المتابعات وقالت لها: انا رايي تركزي في شغلك احسن. رد عليها الناس وقالوا لها: ركزي انت في شغلك. فالبنت قالت لهم: انتوا بقى المحاميين بتوعها. ايه سماحه ما سكتتش وردت عليها: اميره بتزعلي من التهزيق ليه وانت مهزقه؟ البنت ما سكتتش هي كمان وردت: ما انا مركزه في شغلي والحمد لله شغلي بيفيد الناس، مش بطلع افشخ ضبي واعمل اي رياكشنات غريبه عشان اضحك الناس زي دورك مع شيكو كريم عبد العزيز. وكملت وقالت لها: طلعي تربيتك الحقيقيه اكتر طلعي. رغم ان ناس كتير نصحوها ما تردش، ايه سماحه ردت وقالت: لما انت متابعاني كده امال بتشتغلي امتى؟ انت يا بنتي ربنا مسلطك على نفسك. ايه اللي بيحصل في كليه الطب البيطري؟ وهل فعلا في تعذيب للحيوانات في اطار التعليم؟